la mano. صاحب المعالي الوزير منصور الطيش، ممثل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون المحترم، صاحب السعادة الأستاذ هاري حلو، ممثل دولة رئيس مجلس النواب أستاذ نبيه بري المحترم، صاحب السعادة الأستاذ هاري شديد، ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري المحترم، سعادة السفير البابوي المطران جوزيف سبيتاري السامي الاحترام، سيادة موفد أبينا الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الكلية طوبة، المطران حنا علوان النائب البطريركي العام السامي الاحترام، إخواني أصحاب السيادة المطارنة ورؤساء الكنائس السامي احترامهم، أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة وسفراء الدول والقناصل المحترمين، السلطات القضائية والقيادات العسكرية والأمنية والمراجع المدنية المحترمين، حضرات الآباء الأجلاء والراهبات الفاضلات، أيها الإخوة والأخوات الأحباء جميعا، يسعدنا يا صاحب المعالي أن تشاركوا معنا باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المحترم في هذا القداس الإلهي الذي يقيم سيارة أخينا الحبيب رئيس أساقفة بيروت الجديد المطران بولس عبد الساتر السامي الاحترام في مناسبة توليته الرسمية راعيا لأبرشية بيروت، هذه الأبرشية التي تفخر بأن يكون فخامته أعز أبنائها، ونسأل الله لفخامته وسط هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والمنطقة والعالم أن يمده بعونه ويرعاه بعين رعايته ليقود سفينة الوطن بأبوته الجامعة ومحبته الصافية إلى شاطئ الاستقرار والأمن والسلام. وإننا نشكر من صميم القلب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لتلطفه بإرسال ممثل عنه بشخص النائب الأستاذ هاري حلو، ودولة رئيس مجلس الوزراء لتلطفه بإرسال ممثل عنه بشخص النائب الأستاذ هاري شديد، هذا فيما قلوبنا ممتلئة فرحا لقدوم مطراننا الجديد، فنهتف من أجله قائلين مبارك الآتي باسم الرب، إن الروح القدس هو الذي دعاه واصطفاه بواسطة مجمعنا المقدس ليرعى كنيسة الله التي في بيروت ومحيطها ويفتح أمامها سبل الخلاص. هذه هي كنيسة المسيح. يا
يتوالى فيها الرعاة واحدا بعد واحد بالتسلسل غير المنقطع من بطرس والاثني عشر إلى يومنا هذا وإلى آخر الدهر عند رجوعه الأخير. هم يقومون بالخدمة الأسقفية ردحا من الزمن، ويمارسون مهمة التعليم والتقديس والتدبير لبنيان الكنيسة وخلاص النفوس، ويشهدون لمحبة الرب في العالم ولرحمته التي لا حد لها، على رجاء أن ينالوا المكافأة من رب المكافآت. أما المسيح فهو وحده باق أمس واليوم وإلى الأبد. لهذا يقول بولس رسول الأمم: إذا زرع بولس في الكنيسة وإن سقى بالماء من جاء بعده فالرب هو الذي ينمي. وفيما يعود إلى خدمة الكهنوتية والأسقفية التي دامت 54 عاما إلى الآن، فإن كانت لي النعمة الكبرى والنصيب الذي لا نصيب مثله في الأرض. فمن له أن يقدر العطية التي يمنحها المسيح حق قدرها عندما يكلف بشر ضعيف برعاية جزء من شعبه ليقوده بنعمة الروح إلى المراعي الروحية الخصيبة، ويظهر معهم للناس رحمته ويخدم وإيم المصالحة الكبرى التي أجراها بدمه على الصليب بين الخالق والخليقة وبين الشعوب والشعوب حتى أقاصي الأرض ونهاية التاريخ. ولقد أعلن الإنجيل الطائف عن مشروع الله هذا حين قال: إن مشيئة الله منذ الأزل هي في أن يجمع كل أبنائه المتشتتين إلى واحد. على هذه الروح المسيحية الصافية توكلت كنيستنا المارونية منذ نشأتها لترفع لواء العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في هذا الوطن وفي كل الشرق. وعلى هذه الروح توكل سلفنا الصالح الذكر المطران يوسف الدبس باني الحكمة ورافع هذه الكاتدرائية التي تظللنا اليوم، ليطلق روح الميثاق الوطني عبر التلاقي الحضاري والثقافي المميز بين مكونات لبنان منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وعلى هذه الروح توكل سلفنا الصالح الذكر المطران إغناطيوس مبارك بعد الحرب العالمية الأولى ليعيد بناء ما تهدم في أبرشيته بشرا وحجرا، ويصوغ من جديد مع أبنائه وجميع اللبنانيين حلم لبنان الذي ينهض كطائر الفينيق من رماده لأنه لا يموت. كذلك أيضا ألهمنا الرب الروح عيني وقد أرسلنا إلى رعاية الأبرشية بعد انتهاء الحرب الأخيرة على أرض لبنان، ووضعنا نصب عيوننا عودة العائلة اللبنانية إلى وحدتها وصفاء حياتها. وقد أقمنا لذلك جسور المحبة بين كل أطياف لبنان المتواجدين على أرض الأبرشية، وكان لأبنائنا مواقفهم الإيمانية الرائعة بالعزم على إعادة بناء كنائسهم وترميمها في ضياعهم وبلداتهم كافة، فشيدوا ونحن إلى جانبهم 45 كنيسة جديدة، ورمموا أكثر من 60 كنيسة في هذه الكاتدرائية بالذات التي مد لها يد العون نخبة من أبنائنا البررة، كفأهم الله خيرا على سخاء قلوبهم. وفي كل ذلك كان رجاؤنا وطيدا بأن عودة لبنان إلى أصالته تسير بالاتجاه مرتجى للتاريخ الإنساني المبني على اللقاء والحوار والمحبة. ومن أجل عودة الرعاية إلى العمل في كل مناطقنا كان لنا اهتمام خاص بالدعوات الكهنوتية، وفقنا الله بفيض من نعمه فرسمنا للأبرشية أكثر من 90 كاهنا انضموا إلى العمل في حق الرب بهمة رسولية كبرى، وطورنا خدمة الإنجيل عبر التربية والثقافة إلى جانب ما عندنا من مدارس ومؤسسات بإطلاقة جديدة لجامعة الحكمة التي بنينا لنا صروحا حديثة، وعقدنا العزم على أن تكون خدمتها روحية وإنسانية قبل أن تكون علمية بحتة أو حتى اجتماعية. وبروح الجامعة هذه انطلقنا للمشاركة في الحوارات الدينية في لبنان ومنطقة الشرق، وصلنا إلى العالم الغربي بكل عواصمه رافضين التقوف ومجانبة الآخر، ملتمسين الموعظة الحسنة والمحبة الصادقة،
من أجل إعادة وصل من قطع عبر الزمن بين المسيحيين والمسلمين وبين المسيحيين أنفسهم. إنها من دون شك مهمة صعبة، لكنها تجلب طمأنينة إلى النفوس والفرح إلى القلوب. وإذا ما تعثرت الأمور في هذا المجال على مستوى الإنساني، يبقى لنا على الدوام اللجوء إلى الصلاة والتضرع من أجل نجاح التلاقي وتثبيته. وإن كانت لي من أمنية عزيزة أصوغها اليوم إلى أهل وطني وأبناء كنيستي، فإني أقول لهم: تمسكوا بالمحبة فهي حجر الزاوية لخلاص لبنان ومستقبل المنطقة المحيطة بأسرها. والآن وبعد 23 عاما من الخدمة الأسقفية، يريدني الرب بصوت كنيستي أن أكمل الرسالة عبر الصلاة من أجلها ومن أجل الأبرشية، كما يفعل قداسة البابا بنديكتوس في حياته الجديدة، وأن أساهم في أي عمل يطلب مني من قبل الرؤساء لتمجيد الله وبنيان الكنيسة. هكذا وبالفرح العامر نستقبلك يا مع جميع المؤمنين يا صاحب السيادة أسقفا لأبرشيتنا وراعيا غيورا ومحبا باسم الرب يسوع، له المجد والشكر أبد الدهور. لقد كنت معنا كاهنا متفانيا بدون حدود، ومعك جميع الكهنة والرهبان والراهبات العاملين فيها بروح رسولية مباركة، وأنت اليوم الحبر المنتخب من الله لرعاية قطيعه في الأبرشية عينها، فلك منا كل المحبة وكل الصلاة. توفق في قيادتها عبر معارج هذا الدهر إلى اكتمال الملكوت. أني كلمتي حيث أنا متيقن من أنك ستبدأ، في الشكر لله على عطيته للكنيسة عبر شخص قداسة البابا فرانسيس، الذي وجه إلى المسيحيين بخاصة والعالم كله رسالة بأن الإنسانية لا تستقيم ولا التاريخ يأخذ مجراه ومعناه إلا بخدمة الفقراء الذين هم الحلقة الأضعف على سطح الأرض. إنهم ميزان الدنيا المفتداة بدم المسيح، فإذا كانوا بالحسبان اصطلحت الدنيا ونسقط من الحساب سقطت معهم البشرية كلها. إنك ستعمل بكل طاقتك من أجل تبشير المساكين كما أرسل الرب يقول للمعمدان في سجنه: فاحمل يا بولس عصا الرعاية، إنا لك من المسيح ونحن لك هاتفون، هلم بسلام أيها الراعي الصالح، ولك من المحبة والصلاة ما حيينا، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. فلنصغي وقوفا إلى الرقيم البطريركي. البركة الرسولية تشمل أبناءنا وبناتنا الأعزاء، كهنة أبرشية بيروت ورهبانها وراهباتها وسائر المؤمنين الأعزاء وجمهور المشاركين في الاحتفال بقداس التولية المحترمين. تستقبلون في هذا الأحد المبارك راعيكم الجديد سيادة أخينا المطران بولس عبد الساتر، الذي تعاوننا معه لمدة 4 سنوات كمعاون ونائب بطريركي مشرف على الشؤون المالية والاقتصادية، فضلا عن مهمات كنسية ورعوية أخرى. فوجدنا فيه وجه الأسقف الغيور الرصين المخلص والمحب، وتنطبق عليه كلمة القديس أغسطينوس لأبناء أبرشيته في يوم توليه: أنا معكم مسيحي ومن أجلكم أسقف. يتسلم عصا الرعاية من يد سيادة أخينا المطران بولس مطر السامي الاحترام، الذي قاد الأبرشية بحكمة ومحبة رعوية وتفان وحضور فاعل منذ سنة 1996، بعد أن كان معاوناً ونائباً بطريركياً للمثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير لمدة 5 سنوات. في سني خدمته الرعوية على رأس الأبرشية طوال 23 سنة، قام بنهضة عمرانية
فرسم عددا وفيرا من الكهنة وخصص خيرتهم في جامعات روما وفرنسا وأمريكا، ورمم الكنائس المهدمة وبنى أخرى جديدة مع قاعاتها ومجمعاتها في كل الرعايا، وعزز الدعوات الإكليريكية ووسع مدارس الحكمة ونظم إدارتها وطور جامعة الحكمة بحرمها الجديد وكلياتها المتنوعة، استثمر الأوقاف وأراضي الأبرشية لما يؤول إلى تأمين فرص عمل وإطلاق حركة اقتصادية استفاد منها المؤمنون، ورسخ أفضل علاقات التعاون الرعوي مع مطارنة بيروت من مختلف الكنائس والتعاون الديني مع رؤساء الطوائف الإسلامية، وخلق أطيب العلاقات مع رجال السياسة والسلطة وسفراء الدول، فكان في كل ذلك صاحب الكلمة اللطيفة والبناءة والحضور الدائم والمحب، ولذلك تبقى مشاعر التقدير والصداقة مستمرة معهم جميعا في كل أرجاء الأبرشية. هذا فضلا عن المهمات الكنسية المختلفة التي أسندت إليه على مستوى كنيستنا البطريركية والكرسي الرسولي. لقد كلفنا سيادة أخينا المطران حنا علوان نائبنا البطريركي العام إجراء عملية التسليم والتسلم القانونية بموجب القانون 189 البندين الأول والثاني من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، وتمثيلنا في قداس التولية الذي يحتفل به المطران الجديد والمطران السابق، ويشارك فيه العدد الغفير من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين، وفي مقدمهم ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. إنكم إذ تستقبلون راعيكم الجديد بالمحبة والاستعداد لمؤازرته في خدمته الرعوية، فإنكم تجدون فيه قلباً محباً وعقلاً راجحاً وإرادة مصممة للعمل ومعرفة دقيقة لأوضاع الأبرشية، فهو ابنها وقد تسلم فيها مسؤوليات رعوية وروحية وإدارية واقتصادية، وأظهر دائما بالأفعال ما حباه الله من مواهب وما كسب من معرفة وخبرة، وهذه كلها وما سبقها أهلته ليختاره الروح القدس بصوت آباء السينودس المقدس ليكون رئيس أساقفة بيروت. نسأل الله بشفاعة أمنا مريم العذراء وشفيعه مار بولس الرسول وأبينا القديس مارون ومار جرجس شفيع هذه الكاتدرائية أن يبارك خدمته الجديدة على رأس الأبرشية ويكافئ راعيها السابق ويفيض عليكم جميعا نعمه وبركاته. عن كرسينا في الديمان في 8 تموز 2019، الكاردينال بشارة الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق. اجلس على كرسي أبرشية بيروت المباركة باسم الآب آمين والابن آمين والروح القدس آمين. إنه لمستحق ومستاهل، إنه لمستحق ومستاهل، إنه لمستحق ومستاهل.
مرايا المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب يسوع الضياء الحي الذي قلب ظلمتنا نورا، أهلنا ببركات يوم الأحد المجيد أن نسبحك مع جميع الذين أبصروا نور قيامتك الباهرة، ونسجد لك ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. تشبح طول لوب رومي والأرعش لوب سابرو طوب لبنين والمجد والإكرام إلى الحي الذي بموته أحيا بغياه وبقيامته خلص بيعته وفرح رعيته وردنا إلى أبيه وأغنانا بمواهب روحه برخمورش كهني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها الابن الوحيد المولود من الآب قبل الدهور، يا من بأمرك الخالق فصلت النور عن الظلام في مثل هذا اليوم الأول من الأسبوع، وأبدعت كل هذا الخلق إكراما لآدم صورة عظمتك. إياك نسبح شاكرين معيدين، تباركت يا من ظهرت في الجسد على الأرض مثلنا وترددت بيننا، تباركت يا من دفنت وأحصيت مع المائتين فأشع نورك في داخل القبر الكئيب، تباركت يا من قمت حيا ومنحتنا رجاء الصالح وغمرت الملائكة بالضياء فظهروا على قبرك مثل بروق النار. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر هذا البخور، فرحنا بمجد قيامتك الباهرة وانفح بالحياة أمواتنا، أهلهم للقيام عن يمينك في نورك الأبدي الذي أعددته لمحبيك، فنسبحك معهم ونشكر نعمتك ونمجدك وأباك وروحك القدوس برخمورش كهني لنا وإلى الأبد. آمين.
ربنا بخورنا واهلنا أن نكون عطورا زكية بأعمالنا الطيبة وتصرفاتنا الحسنة، وارضى بنفح صلواتنا واستجب طلباتنا، وارح موتانا في منازلك السعيدة. برخمور أبو رشكوني يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. فاتشات أنه قديشات حيث قديشات ميوت أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. المجد لسيد بولس والرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الأبرشية وأبنائها وبناتها المؤمنين إلى الأبد. يا إخوتي، كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وأعضاء الجسد كلها مع أنها كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. فنحن جميعا يهودا ويونانيين، عبيدا وأحرارا، قد تعمدنا في روح واحد لنكون جسدا واحدا، وسقينا جميعا روحا واحدا، فأنتم جسد المسيح وأعضاء فيه، كل واحد منا كما قسم له. فقد وضع الله في الكنيسة الرسل أولا، والأنبياء ثانيا، والمعلمين ثالثا، ثم الأعمال القديرة، ثم مواهب الشفاء وإعانة الآخرين، وحسن التدبير وأنواع الألسن. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع صانعو أعمال قديرة؟ ألعل للجميع مواهب الشفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بالألسن؟ ألعل الجميع يترجمون الألسن؟ والتسبيح لله دائما. هللويا.
أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا. يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا. كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: يا أبتي، أنا وهبت لهم كلمتك فأبغضهم العالم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني لست من العالم. لا أسأل أن ترفعهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. هم ليسوا من العالم كما أني لست من العالم. قدسهم في الحق، كلمتك هي الحق. كما أرسلتني إلى العالم، أنا أيضا أرسلتهم إلى العالم، وأنا أقدس ذاتي من أجلهم ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. حقا والأمان لجميعكم. صاحب المعالي ممثل فخامة الرئيس، صاحب السعادة ممثل دولة رئيس مجلس النواب، صاحب السعادة ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء، صاحب السيادة موفد صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة، مونسنيور جوزيف سبيتيري نونس أبوستوليك أوليبان، أصحاب السيادة ممثلي أصحاب الغبطة، أصحاب السيادة وأصحاب الفخامة والدولة والسعادة والمعالي، آباء الأجلاء، أخواتي الراهبات الفاضلات، رؤساء البلديات والمخاتير وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، أخواتي وإخوتي، المجد لله الآب الذي اختارني أنا الضعيف ليظهر في عظمة محبته، والمدح لله الابن الذي دعاني أنا الخاطئ ليظهر في قوة خلاصه.
والشكر للروح الذي انتقاني أنا المتردد والخائف ليظهر في جرأة النبي وثبات الشهيد. والحب كل الحب للكنيسة التي فيها تفيض علي رحمة الآب، وفيها يظهر لي وجه المسيح المنتصر على كل موت، وفيها يعمل الروح ليصير الابن الكل فيا. والشكر كل الشكر لشعب الله، كلكم جميعا، لشعب الله الذي حملني في قلبه وصلاته. إياهم أعد أن أبقى أمينا لما قلته في عظة رسامة الأسقفية حول عيش التواضع في الخدمة، والصدق في القول، والتجرد في المقتنى، والعفة في النظر والفكر والسلطة، والامتنان لإخوة الأساقفة أعضاء سينودس الكنيسة المارونية المقدس، الذين أحاطوني بمحبتهم وعطفهم وصلاتهم، والذين من خلالهم دعاني الرب لأكمل مسيرة أسلافي وأكون واحدا من الرعاة الصالحين الذين توالوا على خدمتي وتعليمي وتدبيري وتقديس أبنائي وبناتي هذه الأبرشية. وإني أخص بالذكر من بينهم سيادة المطران بولس مطر السامي الاحترام، الذي كان وسيبقى بالنسبة إلي الأخ الأكبر المحب، والذي لولا ثقته ودعمه وصلاته لما كنت واقفا أمامكم هنا الآن في هذا الصباح. والوفاء لغبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رأس كنيستنا المارونية، الذي منحني ثقته لأربع سنوات وعطف علي كأخ أصغر له، والذي منه تعلمت الكثير، فهو عاش أمامي الصدق في الكلام والرأفة في المحاسبة والتواضع في التصرف. والأمانة لقداسة البابا فرانسيس ولرسالته، هو الذي يعنى بالصغير والضعيف والفقير، ويأبه بالنازح والمهجر وبضحية كل تمييز، وينادي بعدم استغلال الأرض والإنسان من أجل مكاسب مادية، ويعمل على الإصلاح في الكنيسة وعلى تجديدها بصبر ومن دون كلل. أخواتي وإخوتي الأعزاء وأحبائي كهنة أبرشية بيروت، من أجلهم أقدس ذاتي. هذه الكلمات قالها الرب يسوع ساعات قليلة قبل تسليم ذاته إلى الموت، وهي تكشف حقيقته كمسيح وابن لله، لأنه بها أعلن قراره بأن يكون لله الآب بكليته، وأن يعيش الحب حتى النهاية. وأنا أرددها اليوم أمامكم ومن دون استحقاق، وأجعلها شعارا لخدمتي فيما بينكم. سأفرغ ذاتي من رغباتها وطموحها ليصير الرب الكل فيا، وسأصغي إلى إلهامات الروح
وإلى الآخر، كي لا تكون قرارات استبدادية وضيقة. وسأستقبل كل من يقصدني حتى ولو اختلف عني في رؤيته ورأيه ودينه ولونه، فكل إنسان هو كريم في عيني الرب ومصدر غنى. أمامكم وبينكم لن أفتخر إلا بالرب الذي أعطاني كل شيء، وسأسعى إلى أن أعيش معكم الحب حتى النهاية، لأنكم أحبائي ورسالتي وسبب افتخاري. ولن أجلس فوق العروش حتى أبقى بقربكم، ولن أطالب بالألقاب لأني معكم مسيحي، ولن أتمسك بالامتيازات حتى لا أحرم حرية أبناء الله. أحبائي كهنة أبرشية بيروت، تعالوا نقدس ذواتنا من أجل شعبنا الطواق، لأن يسمع في كلماتنا كلمات الرب المحبة والمشجعة والغافرة. تعالوا نعيش من الرب ومعه ولأجله، مكرسين الوقت للصلاة والتأمل والتضرع. تعالوا نقدس ذواتنا، فنتخلى عن روح العالم وأشيائه، ونسعى خلف خدمة المعوز والمهمش والمرذول. ودعونا لا ننسى أننا شهود ورسل، ولسنا موظفين ينتظرون ساعة الانصراف. إخوتي كهنة أبرشية بيروت، بينكم نموت ومنكم تعلمت، وعلى صلاتكم اتكلت مرارا عديدة. واليوم أدعوكم لنعيش معا حياة كهنوتية حقيقية ملؤها الفرح والبساطة. اليوم أدعوكم إلى العودة إلى مشاعركم الأولى تجاه الرب، هذه المشاعر التي دفعتكم إلى ترك كل شيء وإلى السير خلفه. إني أطلب منكم أن تتذكروا نعمكم الأولى، وألا تنسوا أنكم رعاة وأنبياء. اليوم أطلب منكم أن تكونوا دوما صيادي بشر. آبائي، سأكون الأخ الحاضر لكل واحد منكم بلا تمييز، والرفيق المشجع ساعة الوحدة والتعب والملل، وسأكون السند وقت الضعف والصعوبات، والمشجع عند التجربة، والمصلح عند الخطأ. سألتقيكم مراراً وأجيب على اتصالاتكم، وأصغي صامتاً إلى همومكم وأفراحكم. ويا بنات وأبناء شعب الله المباركين القادمين من أماكن عدة على الرغم من قساوة الحر، لتكونوا معي ومع كهنتكم في هذه المناسبة، شكراً لكم. وشكراً أيضاً لمن أرادوا أن يحضروا ولكن الألم أقعدهم والمسافات أبعدتهم. أنتم أيضاً في قلبي، وإني أطلب منكم جميعاً أن تذكروني دوماً في صلواتكم حتى أعيش خدمة الأسقفية بحسب قلب الله. وفي هذه الساعة أقول لكم إني في هذا القداس سأرفعكم إلى الله الآب ليحفظكم من كل شر ويملأكم من حبه. وللجميع أقول
إن أولويتي في خدمتي ستكون الإنسان وليس الحجر. ويا أيها المسؤولون السياسيون والمدنيون في بلاد الأحباء، إننا أتمناكم على أرواحنا وعلى أحلامنا ومستقبلنا. تذكروا أن السلطة خدمة، وأن الزعامة أساسها محبة الناس وليس اسماً أو مالاً أو سلاحاً. لكم أقول إننا نريد أن نحيا حياة إنسانية كريمة، ولكم أقول إننا تعبنا من المماحكات العقيمة ومن القلق ومن التعصب ومن الرياء. نريد منكم مبادرات تبث الأمل، وخطابات تجمع، وأفعالا تبني. نريدكم قادة مسؤولين. يا أمي مريم، بين يديك أضع ذاتي، اطلبي لي من ولدك الحكمة وحسن التدبير، سلام القلب وفرح الأطفال. اطلبي لي جرأة الأنبياء وزهد الحبساء، ثبات الشهداء واستقامة الشهود. آمين. نؤمن بإله واحد. آمين. ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل النور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء، وصار إنسانا، وصلب عنا على عهدي غرس الموتي، فألم مات من ثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الله، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لمؤمنه. ونؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآن. إيت الوات مذبحي دلوه والوات دلوه دم حاد تليو ونبسو وطيبو طاخعو للبيت واسود بهايك لوت قوتشو صلاة وعلي ميت المرا قربنا
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف ومار مارون ومار جرجس. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، أبناء وبنات هذه الأبرشية وهذا البلد، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي الأحبار الأجلاء، ويا إخوتي كهنة المسيح وخدام الروح القدس. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخمور أبو ريشكوني، فنرفع إليك المجد والشكر
الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنا لديك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه يرحم حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة ولك يجب المجد وبك يليق المديح لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس بك يحيط الكاروبيم والسارفين ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا وبيوم أولق نمحشودي لما بالحي ساب اللحم بدا وقديش وبارق وقادش وقصويا بالتلميدة وكدوما ساب أقول من كل خون هونو دنيتا فغلوني دحلوم فيكون وحلوم ساهي متقسي ومتيه حصو يتحو بوالحاية دلعولة علمي وخانوا عالكوسو دمزغوا من حمل ومن مايو بارق وقادش ويا بالتلميدة Yeah.
شربتم هذه الكأس فاصنعونا بذلك ذكري حتى مجيء. فلهذا نحن يا رب محب البشر نسجد تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وارسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. هذا الخبز جسد المسيح إلينا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلينا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطين الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أحلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك ولا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطركنا الانطاكي ومار بولس مطراننا وسائر الأساقف المستقيمين الرأي لكما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بالنقاوة والقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب يا رب ارحمنا. اذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه الكرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب يا رب ارحمنا. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله
ليقيموا العدل ويحلوا السلام نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان وإسطفانوس رئيس الشمامسة ومار جرجس شفيع الكنيسة ومار بولس مطراننا. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك السماوي، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمي الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وارحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. صلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة أيها رب إلهنا،
بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس برخ مارش كهني الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. وما احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيين من يتناول. واقبلوا البركة من بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أنا القدوس إن الله القدوس تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد.
Thank you.
افضل تطلع وننزل معه، اما وننزل معه. ايضا وايضا بك يا رب نعترف والتسابيح اليك نرفع، لانك اطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حمود يا رحمود يا محب البشر ارحمنا. يتقبل الأسقف الجديد على أبرشية بيروت التهاني في القاعة السفلية للكاتدرائية، فالرجاء من الجميع بعد البركة الختامية التوجه إلى القاعة لتقديم التهاني بالسلام ومن دون تقبيل، متمنين منكم عدم التصوير لتسهيل تقديم التهاني بطريقة أفضل. كما ونشكر جميع المشاركين وكل منظمي هذا الاحتفال ووسائل الإعلام على تغطيتهم لهذا الحفل، وبخاصة تلفزيون لبنان. والآن سوف نستمع إلى كلمة نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية، يلقيها سعادة السفير البابوي في لبنان سيادة المطران جوزيف سبيتيري، فليتفضل. Message pour son excellence monsieur Paul Abdessater, archevêque de Beyrouth des Maronites. Excellence révérendissime, l'archéparchie de Beyrouth des Maronites vous accueille en ce jour. La prise de possession canonique du siège de la capitale du Liban par un nouvel archevêque est un événement exceptionnel, teinté de joie, d'espérance, mais aussi de bien des questions. Même si vous avez exercé votre ministère sacerdotal de longues années à Beyrouth, une aura de mystère demeurera car vous n'êtes plus le prêtre délégué par une mission particulière au service d'une éparchie, mais le pasteur qui les englobe toutes, résumé dans les triamunera, enseigner la foi catholique et pas seulement l'annoncer, sanctifier et pas seulement célébrer, gouverner qui n'est pas seulement servir. Je m'unis à toute cette assemblée réunie par une prière unanime
pour faire monter vers le Seigneur, ça demande des bénédictions en votre faveur. Qu'il vous accorde la force et la détermination pour diriger avec sagesse l'archiéparchie. Qu'il vous donne le courage pour être le guide zélé et clairvoyant qui conduit son peuple dans ce monde fluctuant et désorienté. Qu'il fasse de pauvres votre trésor. Je salue chaleureusement sa béatitude, le patriarche d'Antioche de Maronite, le cardinal Béchard à Pierre Rail, son excellence le nonce apostolique au Liban, Mgr Joseph Spiteri, votre prédécesseur, son excellence Mgr Paul Matar, tous les évêques, les prêtres, les religieuses et toutes les fidèles qui vous entourent aujourd'hui. Le secrétaire, son excellence Mgr Cyril Vassile, le sous-secrétaire, le révérend Père Lorenzo Lorusso, ainsi que les membres de la congrégation s'unissent à moi pour vous encourager au seuil de ces ministères dans la capitale du pays. Prions pour l'Église qui est au Liban, afin que ces religieux, ces prêtres et ces évêques donnent par leur simplicité de vie, par leur zèle apostolique, par leur amour de pauvres, le témoignage de l'unité créatrice de paix dont le peuple de la région a besoin. Veuillez croire, Excellence, à l'assurance de mon profond dévouement et de mes salutations distinguées, Leonardo Cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس مريخ موريش كون الآن وإلى الأبد آمين. السلام لجميعكم. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك. برخمور رشكوني وبك ليك المجد والوقار ما بك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا، وللمرضى شفاء، ولمنكسري القلوب رجاء، وللحزان عزاء، وللموت راحة، وللأسرى خلاصا، وللمسافرين رفيقا، وللبعيدين مرشدا، وللقريبين حافظا. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذه الأبرشية وأبناءها وبناتها المؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم
وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول ومار جرجس وجميع القديسين، آمين. مبروك.